بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم متتابعينا الأعزاء. في هذا الدرس الجديد سوف نضع لكم لوجو وغلاف يهتمان بالألعاب. إذا أخي، إن لم تكن لديك خبرة في التصميم ليست لديك فكرة لتصميم لوجو وبانر للألعاب، فإنك أخي في الفيديو الصح. إذن أخي، توكل على الله واشترك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد عنا فور نشره. إذن إخواني، لكل من يهم هذا الشرح ففاصل ونواصل الشرح لكم إخوان في الله. إذن كعادتنا إخواني في الله، فرابط البيكسل لاب سوف تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو، ورابط مشروع اللوجو ورابط مشروع الغلاف. إذن إخواني، كل ما عليكم هو التعديل على اللوجو. هكذا تقوم بالتعديل على اللوجو بهذه الطريقة إخواني في الله. مثلا سوف أضع أنا أي اسم يعني لكي تتضح لكم الفكرة. إذن عفوا، اسم أنا سوف أضع مثلا اسم أحديث، فهو أحد أصدقائي. هكذا يا إخواني، سوف أضع اسم أحديث هكذا عفوا إخواني، وسوف أوزل عليها القفل وأضعها في الوسط، هكذا. ومن بعد هذه العملية يا إخواني، إذا أردت يعني نزل أوفيسيال وتغييرها بكتابة أخرى، فيمكنك نزع أوفيسيال هكذا بتلك الطريقة. وإذا لم تريد نزعها، فإن اللوجو جميل يعني رائع هكذا. إذن إخوان، تقوم بوضع حفظ للوجو هكذا، وتقوم بنزع يعني كل الملحقات التي عملنا بها اللوجو، وتقوم بوضع يعني حفظ لهذه يعني حفظ لهذه الصورة هكذا. قوم بوضع حفظ لها كذا. ومن بعد ياسر من إخواني، تضغط على يعني تذهب إلى مشروع الغلاف هكذا إخواني. سوف تجدنا رابط الغلاف أسفل الفيديو. إذا تقوم بيعني الضغط على مشروع الغلاف هكذا، وتقوم بإزالة الاسم يعني تقوم بإزالة اللوجو الذي وضعت أنا، ووضع اللوجو الخاص بك أخي في الله. فإن عملية سهلة جدا إخواني في الله هنا. ثم تقوم بإضافة يعني اللوجو الذي قمت بوضع له حفظ هكذا إخواني في الله، تجعله متناسق هكذا وتجعله في الوسط هكذا. يعني أخي، إذا أردت يعني التغيير يعني تغيير أي كتابة هناك، في يمكنك تغييرها على شبه التالي. إذا تقوم بوضع يعني حفظ للوجو الغلاف عفوا، وبدأ وضع حفظ للغلاف. نذهب لمعاينة الغلاف هكذا. يعني إخواني، ندخل إلى الجاليري لكي نعين الغلاف. كما ترون إخواني، هذا هو اللوجو وهذا هو الغلاف. إذا إخواني، كان شرحنا لهذا اليوم، فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات للتوصل بكل جديد عنا فور نشره. كان معكم الأخ مراد خنوسي من قناة مراد للتقنيه.